الخير والسعادة على حضراتكم، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج التاسعة. والبداية النهاردة هتكون باجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والاجتماع كان يعني بيتكلم بصفة خاصة عن مسألة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية وتغيير في هذه الخطة الزمنية في مسألة تخفيف الأحمال. الكهرباء هتقطع امتى في كل حتة؟ ده هيتغير علشان تزامنا مع امتحانات نص السنة اللي اوريدي ابتدت في جامعات، والمرحلة الابتدائية خلاص هتبتدي، وكان في هناك مطالبات من عدد من النواب قدمت، وبالتأكيد ده استماعا لطلبات الناس بشأن تغيير مواعيد خطة تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة اللي جاية، وإنه الكهرباء ما تقطعش بالليل علشان الطلبة بتذاكر. وبالنظر لده وبالنظر بالفعل بدء امتحانات منتصف العام، كان هناك توجيهات من رئيس الوزراء بتنفيذ خطة تخفيف الأحمال خلال ساعات النهار بدل ما تبقى بالليل، وده هيبتدي من بكرة. هيكون في تغيير في مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء، وهيكون في يعني الفترة اللي جاية هتتقطع الكهرباء بالنهار من الساعة 11 صباحا لحد الساعة 5 مساء، علشان الطلبة اللي بتذاكر تقدر تذاكر من غير ما يزعجها انقطاع الكهرباء. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا القرار وسياسات الحكومة في تغيير هذا القرار، وهل هناك خطة زمنية ما لهذا التغيير؟ بينضم لنا دلوقتي على التليفون سعادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء. مساء الخير على حضرتك، ولو تطلعنا عن ملامح هذا التغيير في خطة تخفيف أحمال الكهرباء، وهل هناك خطة زمنية ما بتتغير على أساسها هذه الخطة؟ مساء الخير يا فندم. في الحقيقة وردت طلبات زي ما حضرتك ذكرتي من عدد من نواب البرلمان والمواطنين لتغيير ساعات تخفيف الأحمال بدلا من ساعات الليل وعلى مدار اليوم، بحيث أنها تقتصر فقط على ساعات النهار، أخذا في الاعتبار بطبيعة الحال دخول موسم امتحانات نصف العام. وبالتالي بناء على تلك الطلبات وجه معالي دولة رئيس الوزراء بإعادة النظر في خطة تخفيف الأحمال المعمول بها من أجل تخفيف الأحمال فقط خلال ساعات النهار. وبناء عليه تقرر بعد الدراسة تعديل ساعات تخفيف الأحمال بحيث أنها تكون خلال ساعات النهار من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 مساء. والتنفيذ ان شاء الله سيبدا من غد الاربعاء على مستوى الجمهوريه. استمرار خطه تخفيف الاحمال، هل هناك مثلا اجتماعات دوريه بالنظر لهذه السياسه وتغيير ملامحها؟ بالفعل في يعني موضوع الكهرباء، قطاع الكهرباء والطاقه احد القطاعات اللي بتحظى باولويه لدى دوله رئيس الوزراء، وبيتم متابعه القطاع وكافه التفاصيل المتعلقه والخطط المرتبطه به بصوره مستمره. الخطة تخفيف الأحمال بيتم مراجعتها باستمرار، وأي تغييرات في هذا الصدد بطبيعة الحال بيتم إعلانها للسادة المواطنين. طيب عايزة حضرتك، هل في تغيير في تعريفة الشرائح الكهربائية في 2024؟ بالنسبة لتعريفة الكهرباء، يعني كما تعلمين حضرتك أنه الحكومة أجلت أكثر من مرة، ثلاث مرات في حقيقة الأمر، رفع زيادة الكهرباء خلال 2024. لو في إن شاء الله أي تعديلات في تعريفة الكهرباء سيصدر بها بيان رسمي إن شاء الله من وزارة الكهرباء. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا سيادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. هنروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم دايما معنا. اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. والحين يعني كان هناك خبر هز كل الاوساط السياسيه العربيه والعالميه من ساعات، وهو استشهاد القيادي في حركه حماس صالح العروري في عمليه اغتيال صهيونيه في الضاحيه الجنوبيه في بيروت. ويمكن هذه المنطقه، منطقه المشرفيه، هي معقل
حزب الله، وده كان نتيجة لاستهداف بمسيرة إسرائيلية استهدفت مكتب تابع لحركة حماس في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وأسفرت عن استشهاد القيادي في حركة حماس صالح العروري وآخرين، وهناك عدد من الإصابات. والحقيقة أنه دي يعني مسيرة إسرائيلية كانت بتستهدف المكتب التابع لحركة حماس في هذه الضاحية الجنوبية، ويعني هناك حديث عن استشهاد 4 أشخاص من بينهم صالح العروري، وعدد من الإصابات ربما يمكن 13 أو 14. يمكن سياسة الاغتيالات دي سياسة صهيونية معتادة، لكن الآن واعتماد إسرائيل على هذه السياسة، هل ده محاولة للخروج من الحرب في غزة وتحقيق انتصارات بسياسة الاغتيالات؟ يعني ربما يجيبنا على هذا الأستاذ أمير مخول الباحث في الشأن الإسرائيلي. مساء الخير على حضرتك. وانتصارات الاغتيالات واعتياد إسرائيل على هذا الأمر واغتيال صالح العروري اليوم في بيروت، كيف ترى هذا الأمر وكيف يمكن أن يكون الرد من قبل الفصائل الفلسطينية وحماس على مثل هكذا تطور في الحرب؟ يعني كان لافت الليله انه تصريح الناطق باسم الجيش الاسرائيلي بان الحرب هي مع حماس، واسرائيل لا داعي تقوم باي عمليه، فقط مع حماس. وهذا في مسعى او في رساله الى لبنان، الى الحكومه اللبنانيه، الى حزب الله، الى كل الجهات الاخرى. لكن من الواضح ايضا كان التكتم الرسمي الاسرائيلي، انه نتنياهو منع اي من الوزراء يتحدث بالموضوع، مع انه احدهم تصور بانه هذه مسؤوليه اسرائيل قامت بذلك. لكن الواضح انه هذا قد يكون الانجاز الاول بالمفهوم الاسرائيلي طبعا، الذي تستطيع فيه حكومه نتنياهو ان تاتي الى المجتمع الاسرائيلي وتقول انجزنا ما انجزناه في بدايه سياسه التصفيات التي اعلن عنها نتنياهو قبل حوالي شهر، انه اعطى اوامره للموساد في هذا الصدد في المناطق القريبه والبعيده على السلاح. وايضا تتم خطابه قبل 3 أيام بان اسرائيل تحولت الى حاله هجوم وليست في حاله دفاعيه في الحدود اللبنانيه. لكن اعتقد هذا سيعقد الوضع الاسرائيلي. طبعا هناك في سياسه اغتيالات، يعني كيفية انتقاء الشخص المناسب للاغتيال، هي ليست قضية عشوائية، وهناك دراسات وأبحاث فيها في كيفية اختيار الشخص الذي ما يسمى مضاعف للقوة في وجوده وخسارة نوعية في فقدانه للطرف الآخر. وهذا ما يتم، يعني إذا كانت تعميمية في منع اللحمة الفلسطينية الداخلية، تغتال من قد يكون عنوانا للوحده الوطنيه الفلسطينيه مثل العروري في هذه الحاله. وطبعا الاسلوب نفسه هو مكرر، يعني نفس الشيء استخدمته ابو علي مصطفى، نفس الشيء مع قيادات منظمه التحرير وقيادات فتح في لبنان السابق، ومع غسان كنفان ومع اخرين. يعني عمليا هذه الطريقه يعني معمول بها دائما. اسرائيل تستغل تفوقها الاستخباراتي والجوي بالاساس والاقمار الصناعيه وغير ذلك، ولذلك تحاول ان تبدو كانها تستعيد حاله الردع في هذه العمليه. لا اعتقد ذلك، لان الامور يعني رد الفعل او المزاج الاسرائيلي قلق جدا في هذا اليوم، وبالعكس يعني في مسعى لا 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 يعني اخذ الحيطه واليقظه ودعوه السكان الى هذا الامر. وهذا بطبيعه الحال يتوقعون ردا، اعتقد قد يكون ردا، لا ندري كيف سيكون الرد، لا احد يعرف ذلك، وهذا يعني غير متوقع كيف، لكن اسرائيل تتوقع ان يكون رد ورد صاد، وهذا ما اكدته عمليا تصريحات الناطق باسم الجيش وايضا ما تتناقله وسائل الاعلام. محاوله ادخال محاوله ادخال لبنان يعني للصراع اليوم بهذا التأجيج ربما على الحدود، وهذا يعني ربما التطور الخطير بهذا، يعني العودة لقصة الاغتيالات والنهج الإسرائيلي المعروف.
بدون شك يعني اولا يعني كان لافت نظر رد الفعل الامريكي انه اظهر زياره بلينكن للمنطقه القريبه، وهذا دليل انه يعني عمليا هذه الخطوه غير متماشيه مع السياسه الامريكيه وتشكل مفاجاه للاداره الامريكيه وايضا لمصالحها، لان الاداره الامريكيه كانت في مساعي انه منذ اللحظه الاولى لمنع اتساع نطاق الحرب. لكن هناك في يعني منحة في سيدي برايك انه امريكا والبيت الابيض يعترض على هذه السياسات، سياسة الاغتيالات ستعترض عليها امريكا، ام انها عبارة عن يعني اختلاف في التكنيك للحرب؟ لا تعترض، امريكا لديها صحيح. جزء من الحرب على حماس واعلنت ذلك، وان الهدف القضاء على حماس هدف مبرر، ولذلك هي تمنع وقف اطلاق النار لحد الان، هي كانت حاطت غطاء حربيا متكاملا لهذا الحرب وشاركت في القرار بشانه. الموضوع ليس الاغتيال بحد ذاته وانما موقع الاغتيال، وهذا يعني زج الجبهه اللبنانيه في الحرب، وهذا ما تخشاه الولايات المتحده اكثر، لان هذا يؤثر على اولوياتها، على خروجها، وفي الامس او اليوم بدا الحديث عن انسحاب حمله طائرات جيرارد فورد من البحر المتوسط، وهي عمليا الغطاء الحربي الاساسي الذي كان في المنطقه. واسرائيل تخوفت من هذا الانسحاب، لذلك واعلن ذلك ان هذا قد يفسر عربيا ولبنانيا، وقلت له انه يعني هي فرصه للاستغلال حتى لمهاجمه اسرائيل، لكن اسرائيل تنحو باتجاه تصعيد المعركه مع على الحدود اللبنانيه، وبالذات وزير الحرب جالنت يعني هو صاحب هذا الاتجاه الاكثر تشددا، والذي يتبعه ايضا الجيش ويتبعه ايضا الراي العام، لانه الراي العام يرى ان قضيه النزوح في البلدات الشماليه الاسرائيليه الشماليه ومطالبه في بلدات اخرى في النزوح، اضافه الى من نزح لحد الان لمسافه 4 كيلومتر، فاضافه الى النزوح في الجنوب، هي كل قضايا باتت غير ممكن العوده الى الحياه العاديه في اسرائيل، واسقاطات ذلك اجتماعيا واقتصاديا، وحتى في مفهوم العقيدة الصهيونية إنه إسرائيل أكثر مكان آمن لليهود، وأن هي تحمي سكانها، وحيث يوجد سكانها أو مستوطناتها يكون هناك الحدود الأمنية. صحيح. هناك تآكل وتفكك كبير جدا في هذه المناحي، وإسرائيل تحاول أن تعطي ضربة كي تستعيد ذلك، لكن لا أعتقد أن هذا سيؤثر على مسار. تحاول أن تتحدث للعالم وللشرق الأوسط المحدود بأنها دولة قوية. صحيح. أستاذ أمير، عايز أسأل حضرتك، هل أنت شايف أنه إقدام نتنياهو اليوم على هذه الطريقة من عودة سياسة الاغتيالات مرة أخرى يطيل أمد الحرب، أم أنه سيحدث تغيير، أو ربما حزب الله يتدخل على صراع إيران؟ اعتقد انه اكثر ما يشغل بال نتنياهو هو اطاله امد حكومته وليس امد الحرب بحد ذاتها. وهو يسعى من وراء اطاله امد الحرب الى اطاله امد حكمه، وهو في صراع البقاء السياسي بالنسبه للمجتمع الاسرائيلي خاصة بعد اختراق 7 أكتوبر. ونتنياهو يريد ان تبقى الحرب وسيله محدده، هو في بدايه الحرب تحفظ من فتح الجبهة الشمالية وبعكس موقف الأمن، ولذلك استعان بإرسال جهات وأيضا تصل إلى حكومتها وصينا المؤثر ما في الدولة الموقف الأمريكي، وأيضا بسبب تجربتها مع العسكرية، لكن بالأساس أراد تسييد الموقف داخل الكابينيت الذي يريد توسيع الحرب. ونتنياهو بطبيعته متردد جدا، وغير المقدام ليس من رجل المقدام بهذا المفهوم الذي يسعى الى توسيع الحروب. هذا اثبتته التجربه الايرانيه والتجربه اللبنانيه والتجارب المختلفه، حتى علاقته مع حماس او مع غزه، عمليه التحول مع غزه العقدين الاخيرين. لكن نتنياهو الان مشغول في اطاله امد حكومته، ويسعى الى ان تكون الشيء الوحيد المجمع عليه هو عمليه القضاء على حماس حسب التصريحات الإسرائيلية. حتى هذا المصطلح بدأ يترجع إلى هدف أكثر من حدودية، هو القضاء على قدرات حماس. وأعتقد أنه يعني يرون أن هذا الاغتيال معنوي لكن ما يخسر على المطاف، هذا اختار إضافي. أستاذ أمير، أنا مش قادرة أسمع حضرتك كويس.
في مشكلة في الصوت. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ أمير مخول الباحث في الشأن الإسرائيلي، مستمرين مع حضراتكم وحديثنا عن ما يفعله الكيان الصهيوني. ويمكن من بداية الحرب على أخواتنا في غزة في 7 أكتوبر وأحداث 7 أكتوبر وما كل حاجة حصلت بعد 7 أكتوبر من جرائم بشعة، الناس كلها بتتكلم عن الإدانات الدولية وإزاي ممكن إسرائيل تحاكم. إسرائيل اللي دايما بتهرب من المحاكمة وبترفض المثول أمام المحاكم الدولية، في النهاردة تقارير بتفيد أنه إسرائيل قررت المثول أمام المحكمة الدولية في لاهاي، وده بعد دعوة رفعتها جنوب أفريقيا ضد تل أبيب بشأن ارتكابها لجرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. خلينا نعرف مع حضراتكم ونفهم التفاصيل وإزاي إسرائيل هتدافع عن نفسها أمام العالم بعد هذا يمكن الإجماع العالمي على هذه الحرب الوحشية اللي عملتها إسرائيل في قطاع غزة منذ ضربات 7 أكتوبر. دلوقتي معنا على التليفون دكتور رامي عبدو رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان. مساء الخير على حضرتك، وبرأيك أي الأوراق اللي تمتلكها إسرائيل للمثول أمام المحكمة الدولية، وليه وافقت إسرائيل للمثول أمام المحكمة الدولية؟ تحياتي لك ولكل المشاهدين. أنا أعتقد أنه إسرائيل لا تملك أي أوراق أمام محكمة العدل الدولية. باختصار هي تدرك جيدا أن حجم الجرائم والإبادة التي ارتكبتها في قطاع غزة لا يمكن دحضها بادعاءاتها، ولا يمكن مواجهة حقيقة أنها ارتكبت أفظع الجرائم في قطاع غزة على مدار 85 يوم. حتى هذه اللحظة نتحدث عن أكبر كلفة بشرية في تاريخ الصراع. إسرائيل دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، وهي ترى أن ربما تهربها من هذه المسؤولية ربما يضعها في إطار المتهم بشكل نهائي وبشكل قاطع. ويبدو أنها استشارت أطراف دولية توفر لها الغطاء السياسي وتوفر لها الغطاء لارتكاب جرائمها من أجل كسب الوقت والظهور أمام المحكمة وتقديم روايات ممجوجة ومحاولة اللعب على عامل الوقت. إسرائيل تدرك جيدا أن هناك مسؤولية تترتب عليها لأنها خرقت بشكل فاضح الالتزامات التعاقدية لاتفاقية الإبادة الجماعية، وواضح جدا أنها تخرق المصلحة العامة الدولية. حتى هذه اللحظة هي تحاول أن تناور وتحاول أن تظهر ضمن خطاب دعائي يقول أن كل ما يجري من جرائم هي مجرد ادعاءات، لذلك هي تنفي وتحاول قدر الإمكان التغطية على ما يجري وإخفاء هذه الجرائم عبر استهداف الصحفيين كما يشاهد الجميع، ومنع الطواقم الصحفية من الوصول إلى قطاع غزة، وأيضا تشويه عمل المنظمات الحقوقية ومنع الطواقم الدولية من الوصول، وأيضا قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة حتى لا تخرج الصورة. وبالقدر الذي خرج كان هناك أدلة دامغة تفيد أن إسرائيل ترتكب جرائم الإبادة الجماعية عبر تنفيذ عمليات قتل جماعي منظم كما شاهدنا جميعا، لنصل اليوم إلى رقم يتجاوز 30,000 ضحية وحوالي 60,000 جريح، وهو صحيح. ما يعادل كما قلنا سابقا نحو 4% من سكان قطاع غزة، وهو رقم كما قلنا أيضا غير مسبوق في تاريخ الصراعات. صحيح. وتمارس اليوم التجويع الذي يسقط من خلاله كثير من الضحايا، واستهداف بكل تأكيد لكل أسس الحياة، ويضاف إلى ذلك عملية التهجير القسري التي يعني هجرت حتى هذه اللحظة ما بين 85% إلى 90% من سكان قطاع غزة من أماكن سكناهم. صحيح دكتور رامي، مع استمرار هذه الحرب على أخواتنا في غزة ومثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي بدعم من قوى دولية كما تحدثت يا دكتور، هذه المحكمة لم تمتلك القوة التنفيذية لإيقاف إسرائيل، إذا ما هي الفائدة؟ دي مش محكمة جنايات يعني هو هناك فرق بين محكمة الجنايات ومحكمة العدل الدولية. محكمة الجنايات تستهدف بشكل أساسي أفراد من الدولة التي يتم الادعاء عليها، بعكس محكمة العدل الدولية. محكمة العدل الدولية هي تستهدف الدول، وأعتقد أنه فشل محكمة العدل الدولية في مساءلة إسرائيل وإجبارها على وقف حرب الإبادة ومحاسبتها على هذه الحرب يمثل فشل أخير في النظام الدولي منذ بدء الحرب على غزة، أو دعينا لا نقول أنها حرب لأن عملية ما تمارسه إسرائيل هو عدوان وجريمة إبادة جماعية. منذ بدء هذه الجريمة نستطيع أن نقول وبشكل
لا لبس فيه أن إسرائيل تلعب على وتر التهرب من هذه الالتزامات وتمارس عمليات إبادة وقمع بحق السكان وتعتقد أن بإمكانها الهروب. لذلك المجتمع الدولي للأسف الشديد وفر غطاء إلى حد ما. الإرادة السياسية الدولية لم تكن غائبة من أجل وقف الهجوم الإسرائيلي، وإنما في ضمن تعريفات وضمن في أروقة المجتمع الدولي يعلم الجميع أن الإرادة السياسية الدولية وفرت غطاء من أجل أن ترتكب هذه الجرائم، وبالتالي هناك حالة من الحرج الشديد وهناك اختبار جدي للمنظومة الدولية والنظام الدولي الذي وضع أسس من أجل التعامل مع مثل هذه الحالات، واستنفذ جهود كبيرة على مدار السنوات الماضية وعشرات السنوات الماضية من أجل بناء آليات دولية لحقوق الإنسان وقانون دولي وقانون إنساني دولي ووكالات دولية، وكالات عمليا لم تقدم شيء للسكان في قطاع غزة وفشلت في أداء مهامها، والمنظومة الدولية أيضا عجزت أن توقف هذه الجريمة. وبالتالي الاختبار الأخير ربما كما يعتقد البعض أو الكثير حقيقة هو محكمة العدل الدولية. في حال فشلت محكمة العدل الدولية يفقد القانون الإنساني الدولي بريقه، يفقد النظام ونظام المحاسبة الدولية ونظام التقاضي العالمي يفقد بريقه ويفقد قيمته، ويكون المجتمع الدولي في مأزق أخلاقي ومأزق قانوني كبير يستلزم إعادة صياغة كل منظومة العلاقات الدولية ومنظومة التقاضي والآليات الدولية بشكل عام. دكتور رامي، مين بيمثل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، أو كيف يكون الاختيار للدفاع عن نفسها امام العالم، واللي يمكن تغيير الراي العام العالمي اللي شهد يعني برؤى العين جرائم الصهاينه في غزه منذ 7 اكتوبر؟ يعني لا شك ان اسرائيل تمارس حمله دعائيه كبيره تستهدف التضليل والتشكيك في كل ما يصدر من أرقام ومعلومات حول الضحايا، يساعدها في ذلك لا شك للأسف الشديد طيف واسع من وسائل الإعلام الغربية التي تتبنى الرواية الإسرائيلية ولا تحاول أن تبذل أي جهد من أجل دحض الرواية الإسرائيلية وكشف الحقائق. لكن مع مرور الوقت بالتأكيد المزاج الدولي تغير، هناك دور لا شك لشبكات التواصل الاجتماعي، وهناك يعني بعض الصحف التي بدأت تمارس نوع من التغطيات. أعتقد فيما يخص محكمة العدل الدولية عادة درجة العادة أن تقوم الدولة المتهمة بتكليف محامي من أجل أن يقوم بعملية الترافع نيابة عنها. وأعتقد أن إسرائيل ستختار فريق، هذا الفريق يكون هدفه الأول ليس الدفع بوقف الاتهام أو رفض الاتهام ضد الاحتلال الإسرائيلي بقدر ممارسة عملية دعائية بالدرجة الأولى تستطيع أن تمنحها مزيد من الوقت، لأن إسرائيل ترى أنها أنجزت الكثير من عمليات الهدم والتدمير في قطاع غزة ولم يتبقى سوى تحقيق أهداف تستطيع تسويقها للناس أو تستطيع تسويقها للجمهور الإسرائيلي، وهي ربما ترى أن كسب مزيد من الوقت عبر الترافع أمام محكمة العدل الدولية يمكن أن يمنحها ذلك. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور رامي عبده، رئيس المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان. سيب حضراتكم مع فاصل ونرجع بعد نكمل حلقتنا، خليكم دايما معنا. البروتوكول النهاردة أوقع بين مؤسسة مصر للخير وبين وزارة الشباب والرياضة وبين المنظمة الكشفية المصرية علشان تهيئة للمؤتمر الكبير اللي هيكون في أغسطس القادم في سنة 24 إن شاء الله، واللي هتستقبله مصر لأول مرة، وهي كانت من أوائل الدول التي اندرجت تحت الحركة الكشفية العالمية، حتى ومنشئها بادن باول عايش دخلت مصر الحركة الكشفية، لكن هذه أول مرة يجتمع كشاف العالم في مصر. كده بيحسسنا أن احنا رجعنا إلى القيادة وإلى الريادة وإلى المكان الصحيح وإلى القدرة على الفعل والقدرة على الخدمة.
فرصة جيدة جدا جدا إن شاء الله إنه العالم كله نؤكد على مكانة مصر في العالم بشبابها. يمكن إحنا دايما شايفين إنه العالم كله بيحب مصر التاريخية، إحنا عايزين العالم لما يجي مصر النهاردة يحب مصر حاضرها ويشوف مستقبل مصر من خلال الشباب إن شاء الله اللي هيقوم على ترتيب وتحضير هذا المؤتمر واستضافة هذا المؤتمر إن شاء الله. الحدث الكبير جدا اللي النهاردة كان بصدد توقيع مؤسسة مصر الخير برئاسة فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة، وطبعا الاتحاد المصري العام للكشافة برئاسة الدكتور خالد العسوي، والكيانات والقيادات الشبابية مع وزارة الشباب والرياضة، إن احنا نستضيف واحد من الأحداث الكبرى اللي بتقام تقريبا كل 4 سنوات لاستضافة المؤتمر العالمي للكشافة، وده بيكون فيه تنافس شديد جدا على استضافته. الحقيقة احنا كنا بعد التنافس الشديد استضفناه او اخدناه الحق في استضافته قبل الكوفيد والكورونا، لكن يعني قدر الله ما شاء فعل وتم التأجيل، لكن كان في اصرار الحقيقة ان احنا نكمل هذه الاستضافة. كمان رئيس الاتحاد الدولي للكشافة الحقيقة شايف ان مصر قادرة على هذا التنظيم، علشان كده اللجنة العليا ورئاستها الشرفية للدكتور علي جمعة شيء يعني يقوي هذا العمل مع وجود يعني حجم من الرعايات التنظيمية لمؤسسة مصر الخير. العمل بناء، العمل قوي، الموضوع مهم جدا على المستوى الدولي وعلى المستوى العالمي. أهلا بحضراتكم من جديد. هناك تشريع جديد تحت قبة البرلمان بإنشاء صندوق لمواجهة الأمراض الوراثية ودعم أصحابها، في لجنة علمية متخصصة هتقترح قائمة بلا هذه الأمراض الوراثية والنادرة علشان يتم تقديم الدعم المالي للعلاجات الخاصة بها. هذا المشروع بيأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدراسة سبل تمويل العلاج لأصحاب الأمراض الوراثية والنادرة دون تحمل لموازنة الدولة أي أعباء مالية أخرى. إزاي ده هيتم؟ من خلال إنشاء صندوق للطوارئ الطبية هدفه دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة لأصحاب الأمراض الوراثية والكفالة باستدامة هذه الحالات يعني في العلاج، وكمان ده يستمر حتى في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة. خلينا نتكلم مع حضراتكم عن تفاصيل هذا القانون وملامح هذا القانون مع دكتورة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب. مساء الخير على حضرتك سيادة النائبة، ولو تطلعين على ملامح هذا القانون وماذا يقدم لأصحاب الأمراض الوراثية؟ القانون أصلا صدر سنة 2021 اللي هو رقم 139 بإنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية، وده كان طبعا الهدف الأساسي فيه هي جائحة كورونا، صحيح، اللي أثرت اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا على البلد. الصندوق ده له شخصية اعتبارية، مستقل ماليا وإداريا ويتبع مجلس الوزراء، والصندوق ده الأرصدة بتاعته اتخذت من وزارة الصحة، خدوا صندوق صحة الأسرة بديوان عام الوزارة مع صندوق دعم الدواء مع صندوق مشروع قضاء على قوائم الانتظار. كده يبقى فيه مصادر للتمويل وعشان يبقى فيه كمان استمرارية. فاللي حصل ان بعد فترة احنا دلوقتي في منظمة الصحة العالمية في دعوة لتنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية، والحقيقة ان سيادة الرئيس أطلق هو كمان مبادرة صحية لعلاج والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية. فكان لازم الصندوق اللي احنا عاملينه مواجهة الطوارئ يضاف إليه مواجهة الأزمات والأوبئة، والصندوق كان طوارئ وأزمات وأوبئة، ضفنا إليه الأمراض الوراثية والأمراض النادرة. وحضرتك مشكورة قلت إن هتبقى في لجنة، ده في اللائحة التنفيذية بتاعته لجنة مشكلة، لأن الأمراض الوراثية كل ما بنتقدم بنكتشف أمراض ما كناش نعرفها زمان. صحيح. بالنسبة للأمراض النادرة برضو حاجات كثيرة بتكتشف، والحقيقة الأمراض دي علاجاتها مكلفة جدا، فعشان نضمن إن المرضى تتعالج بدون تحميل المواطن المصري أي مبالغ للعلاج ده، مع كمان محملش موازنة الدولة زي ما حضرتك قلتي إن الصندوق يبقى موجود ويبقى فيه استدامة لتمويل علاج الأمراض الوراثية اللي جزء كبير منها بيرجع لزواج الأقارب، وده اللي هنكتشف جزء منه في شهادات الزواج
اللي بتتم قبل الزواج للراجل والسيدة علشان نبقى قايلين لهم ولهم حق الاختيار، لأن طبيعي الأمراض الوراثية ما بتختفيش، هي بتتعالج وتتحجم لكن لا تنتهي. لكن أسبابها يا دكتور زي ما حضرتك بتتحدثي يمكن معروفة، ومسألة تشديد الإجراءات على الفحوصات قبل الزواج وإنه الناس تبقى عارفة. يعني مرض زي الأنيميا المنجلية أو اللي هي الثلاسيميا ده بنكتشفه في اللي هو الفحص اللي قبل الزواج. الار اتش واختلافه بين الاثنين، عدد كبير من التحاليل بتتعمل، كل ده مهم جدا انه يتعمل، لان ده هيساعد على ان احنا يعني ضروري نمنع الزواج، بس على الاقل هنبلغهم ولهم ان يختاروا. صحيح. ان زواجهم هيؤدي الى وجود اطفال عندها امراض وراثيه. فالحقيقه فكره ان احنا بدل ما نعمل صناديق جديده ويبقى في تمويلات وكده، كان الحكومه بعتت ان احنا نضيف للصندوق الصندوق السابق اللي هو صندوق مواجهه الطوارئ الطبيه الامراض المزمنه والامراض النادره والامراض الوراثيه، فعلا تم اضافتها والنهارده القانون خلص وانتهى على خير والحمد لله. واعتقد ان ده من القوانين اللي كانت مهمه قوي بعد الكورونا، ان يبقى في استمراريه واستدامه علشان بقيه الامراض النادره والامراض الوراثيه. وده بيفعل من امتى يا دكتور؟ اول ما سياده الرئيس يصدر القانون، الرئيس اللي بيصدره خلاص بيتفعل من تاني يوم، بيتنشر في الصحيفه الرسميه ويتفعل على طول. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا سياده النائبه الدكتوره ايناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. طيب احنا بنتكلم لسه عن يعني السياسات يمكن الجديده والسياسات التشريعيه الجديده، لكن خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي للاعلان اللي عمله الجهاز المركزي للتنظيم والاداره برئاسه الدكتور صالح الشيخ عن مساله حاجه وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني لعدد من المدرسين، ودي يمكن مسابقه بتتعمل كل سنه، السنه دي عايزين 11,114 مدرس مساعد للفصول في الصفوف الابتدائيه، الصف الاول والثاني والثالث للعام الدراسي 2024-2025. دي مسابقة مهمة جدا بتتعمل وبيستناها عدد كبير، لأنها طبعا بتقدم فرص عمل لكل الراغبين في أنهم يلتحقوا بوظيفة المعلمين، والمسابقة هتكون في الفترة من 18 لحد 31 يناير. خلينا نعرف مع حضراتكم الشروط والتفاصيل الخاصة بهذه المسابقة. معنا دلوقتي على التليفون أستاذة مارينا ثروت معاون رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتقييم القدرات. مساء الخير على حضرتك، ويعني لو تقولي للسادة المشاهدين أهم الشروط والتفاصيل في هذه المسابقة. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك فندم والساده المشاهدين. اهلا بسيادتك وكل سنه وانت طيبه. الحقيقه فندم زي ما حضرتك ذكرتي بالنسبه لي مسابقه ال 30,000 معلم او المسابقه المركزيه لتعيين المعلمين مرحله معلم فصل. المسابقه تم الاعلان عنها النهارده بتاريخ 2 يناير. هيتم الفتح باب التقديم للوظيفه من يوم 18 يناير الى يوم 31 يناير الجاري. طبعا تم الاعلان عنها النهارده بكافه الشروط والتفاصيل عشان الساده المتقدمين لشغل الوظيفه يبتدوا ان هم يحضروا الاوراق المطلوبه والمستندات المطلوبه منهم. فدايما بحرص الجهاز يجيب مده كافيه للاعلان علشان خاطر الناس تبتدي تجهز اوراقها ومستنداتها وتبتدي تقدم اول ما يفتح باب الاعلان. لكن الحقيقه خليني اوضح لحضرتك وللساده المشاهدين هو المنظومه المسابقات المركزيه اللي من خلالها اصلا بيتم الاعلانات. فمنظومه المسابقات المركزيه المنشاه للجهاز المركزي للتنظيم والاداره هي استحقاق قانوني، لان دستور جمهوريه مصر العربيه بينص على ان الوظائف العامه حق للمواطنين على اساس الكفاءه دون محاباه او وساطه. يليه قانون الخدمه المدنيه اللي بيقول ان الوظائف العامه حق للمواطنين على اساس الكفاءه والجدارة. ومن هنا كانت نشأة بوابة الوظائف الحكومية ومركز تقييم القدرات والمسابقات، والاثنين دول هم الشقين لمنظومة المسابقات المركزية. فالإعلان النهارده نزل على بوابة الوظائف. بوابة الوظائف ده الجوب بورتال، ده ويب سايت، ده موقع إلكتروني بيتم الإعلان عليه على كافة الوظائف الشاغرة في وحدات الجهاز الإداري للدولة. تمام؟
وبينزل شروط الإعلان والمستندات المطلوبة الخاصة بكل وظيفة، ثم المتقدمين بيبتدوا إن هم يقدموا أوراقهم إلكتروني دون أي تدخل بشري وفقا للشروط المعلنة في الإعلان بيتم تقديمها على تلك البوابة. بتقبلوا عدد قد إيه أستاذة مارينا؟ يعني ولا هو التقديم مفتوح لكل الأعداد؟ إحنا عايزين 11,000 معلم، بتاخدوا لحد كام ألف علشان تقدروا بعد كده تختاروا على حسب الكفاءات؟ كافة المتقدمين اللي بينطبق عليهم الشروط يقدروا إن هم يقدموا بدون أي حد أدنى أو حد أقصى للأعداد. إحنا العدد المطلوب لوظيفة معلم مساعد فصل زي ما حضرتك أوضحتي 11,114 وظيفة. لكن أي عدد بيقدم بيتم التعامل معاه إن هو بيقدم عادي على الإعلان، وبعدين بتتم مرحلة الفرز الإلكتروني، بيتم فرز أوراق السادة المتقدمين ومستنداتهم علشان نشوف هل هم مطابقين للشروط المعلن عنها أو لأ. هل بيكون في مراعاة للتوزيع الجغرافي في الموضوع؟ يا فندم طبعا التوزيع الجغرافي، المسابقة دي مسابقة بالمحافظة. يعني حضرتك المسابقة هي 27 إعلان بداخلها الحقيقة، يعني معلم مساعد فصل لمحافظة القاهرة لمحافظة الجيزة وهكذا 27 محافظة، ففي تمثيل لكافة المحافظات في هذه المسابقة. فأرجع لحضرتك تاني، بعد ما بيتم فرز أوراق السادة المتقدمين والتأكد من مطابقتها من عدمه، المطابق للشروط وفقا للإعلان بيتم اختاره عن طريق بوابة الوظائف انه تم مرحلة القبول المبدئي لدخول الاختبار الالكتروني، وبيتم تحديد الميعاد ليه برسالة على بوابة الوظائف الحكومية، لانه اول ما بينتهي من عملية التقديم البوابة اوتوماتيكلي بتبعت له كود عشوائي خاص بالمتقدم ده فقط، وبالتالي هو بيقدر يتابع بعينه من خلال الكود ده عن موعد الامتحان وكافة التفاصيل. فوانس انه هو مطابق واتبعتت له رساله الموافقه وتحديد الاختبار الالكتروني، بيبتدي يشرفنا في الجزء الثاني من منظومه المسابقات المركزيه وهو مركز تقييم القدرات والمسابقات. فالمركز ده فولي اوتوميتد، المركز ده ممكن بالكامل، المتقدم لشغل وظيفه بيروح من خلال الكود والرقم القومي الخاص بيه، بيقعد على جهاز الكمبيوتر بيمتحن بدون اي تدخل بشري. الامتحان طبعا بيتصحح الكتروني. الامتحان بيبقى مكون من 4 أجزاء رئيسية. أول حاجة هو الاختبار أو الكفايات السلوكية والنفسية، ده اختبار نفسي سلوكي سايكوماتريك تيست، بيختبر على الجدارات الوظيفية العامة أولها مثلا الالتزام والانضباط، اتخاذ القرار، القابلية للإبداع، ثم الجدارات الوظيفية، الجدارات الوظيفية الخاصة بكل وظيفة على حدة. فالجدارات الوظيفية للمعلم تختلف عن الجدارات الوظيفية للمهندس، الجدارات الوظيفية على الطبيب. وأخيرا في الجزء السايكوماتريك بيمتحن على الاختبارات العقلية أو اختبار القدرات الذهنية الـ IQ test. شكل التعاقد يا أستاذة مارينا بيكون عامل إزاي مع المعلم من خلال هذه المسابقة؟ شكل التعاقد بيكون عامل إزاي مع المعلم من خلال هذه المسابقة؟ هو الجهاز دوره ينتهي عند مرحلة الاختبار الإلكتروني وتسليم النتائج للوزارة المعنية. فالتعاقد ده الجزء المعني به طبعا الوزارة التربية والتعليم. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هي اللي بتحضر طبعا التعاقد، وهو بيبقى موجود فيه شروط التعاقد. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذة مارينا ثروت، معاون رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتقييم القدرات، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. لسه كنا بنتكلم مع حضراتكم عن التشريعات وما يقوم به مجلس النواب من تشريعات، ويمكن اللي هنتكلم عنه دلوقتي ده بالنسبة لي نموذج للتشريعات الحديثة. مجلس النواب خلال جلسته العامة النهاردة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق بشكل نهائي عن قانون مقدم من الحكومة علشان تقديم حوافز لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. الهيدروجين الأخضر ده خلاص ده وقود المستقبل، واحنا بنتكلم انه عايزين بلدنا تاخد خطوات جاده في هذا الاستثمار. هذا المشروع المقدم بيقر بعض الحوافز والاعفاءات الضريبيه والضمانات علشان يقدروا المستثمرين يدخلوا في هذا المجال. مجموعه من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاتهاريه اللي موجوده في هذا المجال، مجال انتاج الهيدروجين الاخضر، ازاي يكون عندنا في مصر بيئه استثماريه جاذبه للمستثمرين اللي بيرغبوا في هذا الاستثمار علشان يقدروا ينفذوا مشروعاتهم بسرعه داخل مصر، لان احنا بنتكلم ان احنا عايزين بلدنا تكون مركز دولي
لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وده يمكن كان حديث كوب 27 في شرم الشيخ السنة اللي فاتت، والاعتماد على هذا الوقود لأنه الطاقة المتجددة خلاص ده اللي العالم كله بيعتمد عليه، سواء طاقة شمسية طاقة رياح. فهنعرف بالتفصيل ملامح هذا القانون وإيه هو يعني الحوافز اللي بتقدم للمستثمرين من خلال هذا القانون اللي تم الموافقة عليه بشكل نهائي. دلوقتي معنا على التليفون دكتور أيمن محاسب، عضو مجلس النواب. مساء الخير على حضرتك سيادة النائب، ولو تطلعنا على ملامح هذا القانون وما يوفر للمستثمرين من بيئة جاذبة للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر في مصر. مساء النور على سيادتك يا فندم ومشاهدينك الكرام. الحقيقة احنا بنتكلم على ثمرة جديدة من ثمرات الحوار الوطني، وهو في شكل تشريع جديد يحفز الاستثمار ويدعم المناخ العام للاستثمار في مصر. بنتكلم على جرأة جديدة بتقوم بها الحكومة الحقيقة، لأنها تطلق حزمة كبيرة من الحوافز ربما تكون الأعلى في تاريخ جمهورية مصر العربية تجاه نشاط محدد وهو الهيدروجين الأخضر. صحيح احنا بنطمع كمان في اكتر من كده دلوقتي، الانشطه او هذا النموذج الذي يحتذى به، اللي احنا بنقول ان ده اكبر يعني حزمه على بعضها كده من الحوافز اطلقت لجذب الاستثمار في الهيدروجين الاخضر. طبعا عارفه ستك الهيدروجين الاخضر عشان المشاهد الكريم يبقى عارف، بيخش في انشطه كثيره جدا صناعيه، بيستخدم في معامل التكرير النفط، بتروكيماويات، بيخش في انتاج الاسمده، بيخش في الزجاج، بيخش في الحديد والصلب، علاوه على ان هو طبعا صديق للبيئة، وكمان بيخش كوقود حتى للسيارات الكهربائية. احنا بنتكلم على تطبيق حقيقي لما تتعهد به مصر في المؤتمرات والاتفاقات الدولية. يعني كاب 27 اللي سمعتك تفضلتي وقلتي كان احد مخرجاته هو تشجيع الدول على الاستثمار في هذا المجال. مصر هي تطبق ما وعدت به في مؤتمر شرم الشيخ بالفعل في اول يعني يوم او ثاني يوم من العام الجديد. الحقيقة حزمة كبيرة جدا، العديد بقى الحقيقة من السماح الضريبي والإعفاءات الضريبية والخصم الضريبي لكل مستثمر داخل في هذا. بنتكلم على أن نسبة الخصم توصل ل 55% من إجمالي الضرائب. أنهي ضرائب؟ ضرائب الدخل على الدخل اللي أنتج بالفعل. بنتكلم على إعفاء مباني المشروع والبنيات من الضريبة العقارية بالكامل. بنتكلم على تخفيض 20% من ثمن أرض المشروع. بنتكلم على سماح تقسيط لمدة أطول من اللي بتقدمها الهيئة العامة للصناعية لعشرات وخمستاشر سنة، أكتر من الممتد الحقيقي. يعني مثلا قصاد ساعات على 10 سنين وعلى 15 ده هياخد إعفاء كمان من 10-15 زيادة عليهم، يعني يوصل ل20-30 سنة تقسيط ثمن الأرض. بنتكلم على العديد الحقيقة من الامتيازات. بنقول ان ضريبه القيمه المضافه مش هتطبق على الاطلاق على الالات والمعدات والماكينات وخلافه المرتبطه بالنشاط، عافيه تماما، وده طبعا هيسهل للمستثمر ان هو تبقى تكلفته في الانتاج ضئيله، وبالتالي هامش ربحه هيبقى ازيد واكبر. الحقيقه يعني كمان الرخصه الواحده، يعني الرخصه الذهبيه سوف يحصل عليها من اول يوم. يعني هيقدم اوراقه لاعتماد المشروع، هياخد رخصه المصنع ويبتدي نشاطه ويشتغل من اول لحظه دون بقى الاجراءات والبيروقراطيه القديمه والتعطيل اللي كان بيحصل لسنه ولا سنتين. نموذج حقيقي لاراده حقيقيه لتشجيع الاستثمار في مصر هذا القانون. النهارده كان عرس كبير في مجلس النواب، وكنا في غايه السعاده ان احنا الحكومه تجرأت بهذا الشكل وابتدت تدي حوافز حقيقيه تشجيعيه. يعني لطالما كان تدور في جلسات الحوار الوطني هذه الطلبات بهذا التحديد بالضبط. صحيح، يمكن حل الاستثمار في الهيدروجين الأخضر ده حل واعد جدا بالنسبة لبلدنا، لأنه احنا نمتلك المقومات، لكن هناك تحديات لهذه الصناعة. يعني كيف هو الحديث عن تحديات صناعة الهيدروجين الأخضر وإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر؟ الأزمة كانت قبل كده إن احنا ما عندناش نقل التكنولوجيا، وبالتالي المستثمر الأجنبي اللي بيعمل في هذا النوع من المجال ما كانش بيجد أي حوافز تؤهله ذلك. إنما النهاردة لما يجي يلاقي ان الضرائب بتاعته مش موجوده، تقريبا 55% منها مخصوم، يلاقي باقي انواع الضرائب المعتاده صفر، لما يلاقي تمويل لو عايز بفائده قليله، لما يلاقي ارض المشروع زي ما قلت لسيادتك مخفضه بنسبه كبيره وبيقسطها على 20-30 سنه، لما يلاقي ان هياخد الارض لمده 50 سنه يعني بحق الانتفاع، هذه كلها محفزات كبيره جدا لاطلاق هذا النوع من المشروع على ارض مصر. قبل كده ما كانش ولا حافز واحد من دول موجود، يعني قبل هذا، قبل اليوم، قبل النهارده 2-1 يعني كده، ما كانش فيه ولا الحقيقه
حاجه واحده من دي كانت موجوده، وبالتالي كان الاحجام موجود من المستثمر الاجنبي والمحلي على الدخول في هذا النوع من النشاط، لان تكلفته كانت عاليه. انما احنا كده بنقول بشكل مباشر 70% من تكلفه المشروعات دي في مصر قبل هذا القانون خفضت. يعني لو كان المشروع بيتكلف من دول مثلا 100,000 جنيه فرضا مثلا، النهارده هيتكلف 30. فاحنا بنتكلم على تخفيض حقيقي للعوامل الانتاج ومستلزمات الانتاج يصل ل 70% مما سبق. فلا طبعا ده شكل جاذب جدا للاستثمار، ودي آلية مشجعة جدا ومحفزة، وانا بقول لسيادتك هيكون له مردود محترم جدا على مصر. وده كده بيتناسب المردود الاقتصادي يا دكتور ايمن، وده اللي انا عايز اتكلم مع حضرتك عليه، الجدوى الاقتصاديه للاستثمار في الطاقه النظيفه بشكل كبير والارتقاء بمصر انها تكون رائده في مجال زي الهيدروجين الاخضر، ايه جدوى الاقتصاديه؟ لا الجدوى الاقتصاديه ليها العديد من المعايير. رقم واحد عشان نتكلم على دخول استثمار اجنبي وتخفيض سعر العمله من خلال دخول استثمارات عمليه اجنبيه جاذبه، لان الشروط هذه المشروعات ان ياتي 70% من مكون راس المال بتاعها من خارج مصر بعمله طبعا صعبه، وبالتالي انت هيبقى عندك وفر في العمله الصعبه كبير جدا. تمام. علاوه على ان انت لما بتقول انا شغال في بيئه نظيفه في بيئه حضريه، بتقول ان مصر دوله متقدمه، وبل انا عايز اقول لحضرتك على حاجه بدون مبالغه، احنا يعتبر الدوله دلوقتي بعد كوب 27 حقيقه يعني رقم واحد في تطبيق ما تم الاتفاق عليه. يعني احنا سبقنا دول متقدمه كبيره جدا في الالتزام بما تم عليه الاتفاق في مؤتمر شرم الشيخ، وهو ده اللي احنا بنقوله. مصر دوله جاده، مصر دوله قيادتها السياسيه شفافه وواضحه، مصر بتنعم الحقيقه بمصداقيه عاليه في اتخاذ قراراتها، مصر تعطي وعود وتنفذها. كل ده بيقول ان مصر بالنسبه للمستثمر، هو المستثمر سيادتك لما بيروح دوله بيهمه حاجات بسيطه جدا، رقم واحد هو استقرار الحكومه ووضوحها في قراراتها ولا سيما القرارات الاستراتيجيه. يبقى احنا لما بننفذ وعود الدوله المرتبطه بالاستثمار احنا بنقول للمستثمر الاجنبي نحن بها صادحه لذلك. لما بتشوف معوقات الاستثمار اللي افرزها ووضحها على سطح الحوار الوطني الحقيقه بشكل مباشر، وتقوم الدوله تاخد العديد من القرارات، وهو تشريع قوي جدا تطبيقي لهذا الكلام، وتنفذ هذه الوعود اللي كان تفضل بها السيد الرئيس وقال ان ما سوف ياتي على لسان الحوار الوطني ده طلبات شعب مصر وانا هنفذها، واحنا النهارده في اول يعني تشريع مرتبط بالاستثمار الحقيقه تخفيض غير مسبوق، والحوافز اللي بيه اكبر كمان من الموجوده في قانون الاستثمار ذاته. وسيادتك عارفه ان في عرف قانوني ومبدا قانوني كبير يقول ان الخاص يقيد العام، يعني هذه الحوافز سوف تسري حتى على قانون الاستثمار نفسه، لانها حوافز اكبر من اللي موجوده في القانون ذاته، لانها حوافز نوعيه مرتبطه بنشاط خاص، وفي القانون الخاص يقيد العام، وبالتالي من دي فرصه كبيره يا دكتور لدفع عمليه الاستثمار في الطاقه النظيفه بشكل عام، وهنا الموضوع مرتبط بامن الطاقه، وخصوصا بعد اللي احنا شفناه بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه. عندك حق بالظبط، طبعا كلام حضرتك في محله تماما. ومصر بتنعم على فكره بالمناسبه، يعني بما انها في ذات عندها بحرين زي ما انت عارفه بطولها وعرضها وعندها مناخ محترم وشمس الحمد لله طوال العام تقريبا، عندنا القدره على توليد الطاقه المتجدده بشكل كبير. يبقى احنا المناخ او الموارد نفسها الطبيعيه موجوده، وكان هناك بعض العراقيل الحكوميه قتلها هذا القانون خلاص. كانش في حوافز مشجعه قتلها هذا القانون، ادى حوافز كبيره جدا جدا، وبالتالي سوف يكون هناك المزيد من الاستثمار في هذا الحقيقه النوع من الانتاج، وبالتالي سوف يكون له مردود كبير جدا. وسيادتك تذكري هذا التاريخ وهذا القانون وكيف انه يكون نقله حقيقيه في التشريعات المصريه لتشجيع الاستثمار في مصر. احنا بحاجة يعني هذه التشريعات الذكية والمختلفة في داخل مجلس النواب. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور ايمن محاسب عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. نروح مع حضراتكم طبعا للموضوع الابرز، ويمكن امبارح صلاح قلب الدنيا بالجنين اللي جابهم، وخصوصا والمنتخب الوطني بيستعد بقيادة فيتوريا انه يشارك في كاس الامم الافريقية 2024 في كوتيفوار، وهتكون من يوم 13 يناير. والقرعة في كاس الامم الافريقية مصر موجودة مع غانا ومنتخب الراس الاخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية اللي مصر فيها، مشوار ان شاء الله يكلل بالنجاح للفراعنة في كاس الأمم الأفريقية.
وانتصار صلاح امبارح، وعمل الحقيقه شوط تاني عظيم وكان ليه اسيست كمان، فيعني يعتبر يعني كان صاحب ثلاث جوان مش جون واحد. ويمكن مساله تغيير الحذاء بين الشوطين دي لفتت نظر ناس كتير، وهو بعد كده طلع بتصريحات وقال اصل ده الحذاء اللي انا كنت بتمرن بيه فغيرته. ويمكن كمان يعني انه قرب لهالاند، وده كان مرعب يعني، نجم مانشستر سيتي خلاص دلوقتي اتساوى معاه، هما الاثنين سجلوا 14 هدف. صلاح كده 20 جولة في الدوري الانجليزي، والحقيقة انه امبارح كل الاوساط الرياضية كانت بتتكلم عن صلاح، وانه صلاح كده بقى ثالث اسرع لاعب بيوصل ل 150 هدف مع ليفربول. هذا يعني الريكورد اللي عمله صلاح، احنا بنتكلم عن 238 مباراة مع ليفربول، شيء الحقيقة يخلينا كلنا كده عندنا أمل كبير جدا جدا. صلاح راجع بانتصار كبير رايح على كوتيفوار ينضم للمنتخب الوطني. يعني الحديث عن صلاح حديث كله فرحة وبهجة وأمل إن شاء الله في تحقيق انتصارات كمان مع المنتخب الوطني. هو نفسه سعيد بده وما كانش عايز يروح بنتيجة مختلفة، ودي كانت تصريحاته. خلينا نتكلم مع حضراتكم بالتفصيل. معنا دلوقتي على التليفون الناقد الرياضي محمد بندور الصحفي بجريدة سبورت الفرنسية. مساء الخير عليك. ويعني تألق صلاح امبارح عن الفرعون المصري محمد صلاح، واحنا بنتكلم خلاص على يعني أيام بتفصلنا عن كأس الأمم الأفريقية، وهو خلاص بيتجه للكوتيفوار. مساء الخير ازي حضرتك، واهلا بكل المشاهدين. يعني الحقيقه طبعا كان مهم جدا ان هو يختم مشاركته مع ليفربول، لان هو هيسيب ليفربول في وضع حرج جدا في الفتره القادمه، فكان مهم انه يسيب اثر هام جدا قبل ما يرحل للمنتخب المصري. هيغيب حوالي شهر ويمكن اكثر ان شاء الله، يعني باذن الله منتخب مصر يتوج بالبطوله، فهيبقى مشكله كبيره لنادي ليفربول. صلاح كده تقريبا بيغسل ايدين من الفريق قبل ما يرحل، بيتربع على قمه هداف الدوري برصيد 14 نقطه منصفه مع ايرلينج هالاند، بيتربع على قمه صانعي الاهداف برصيد 8 اهداف بالمشاركه مع واتكنز لاعب استون فيلا، وهو افضل مساهم في الاهداف في البريمير ليج منفرد برصيد 22 هدف. كل هذه الامور طبعا بترجح كفه ان الرجل هو الاكثر تاثيرا هذا العام في الدوري الانجليزي. صلاح على الصعيد الرياضي لا احد يضاهيه من لاعبي افريقيا اللي لعبوا في البريمير ليج، سواء دروكبا سواء ايتو اي احد اخر. اعتقد انه بالحسبة الارقام وحسبة الانجازات هو افضل لاعب افريقي في التاريخ لعب في الدوري الانجليزي، ومن وجهه نظري الشخصيه هو افضل لاعب في التاريخ لعب للدوريات الاوروبيه بصفه عامه. يعني ممكن نحط معاه سامويل ايتو لان انجازاته كانت كبيره جدا، لكن صلاح ما يقلش عن سامويل ايتو او على الاقل بيتساوى معاه. مساوية صلاح للأهداف مع هالاند، وهالاند مرعب يعني، كانت كل الناس بتتحدث عنه وإنه يفوق صلاح، شايف ده إزاي؟ يعني هو الحقيقة هالاند كان الموسم الماضي الكل كان عارف إن هالاند كان موسم استثنائي بالنسبة له. هالاند نجم كبير، لعيب كبير وهداف من طراز فريد، ولكن دايما باللغة المصرية كده الغربال الجديد له شدة. أول سنة كده كان الوضع مختلف خالص، يمكن حتى صلاح أول سنة له في الدوري الإنجليزي مع ليفربول كان أرقامه منفردة، وكان حطم الرقم القياسي للتهديف في الدوري الإنجليزي من السنة الأولى مع فريق. فهالاند يعني هالاند كل اللي عمله إن هو كسر رقم صلاح بعدة أهداف، ولكن الطبيعي والعادي بقى بتاعنا إن احنا ندخل على نسبة أهداف مقبولة هيحرزها هالاند في الفترة القادمة. هيكون في تساوي مع صلاح، هيكون في تساوي مع هيونغ مين سون اللاعب الكوري الجنوبي، اللعيبه اللي هي متعوده ان هي تكون على منصات التتويج في الارقام وفي التهديف وفي الصناعه والكلام ده كله. صلاح مش بعيد خالص عن الارقام دي، صلاح حاليا متصدر زي ما قلت لك برصيد 22 هدف ما بين الصناعه والاحراز، واعتقد ان هو لولا المنتخب ولولا غيابه عن حوالي 6 أو 7 مباريات ليفربول اعتقد ممكن هيكون هو هداف هذا العام. ولكن ما فيش حاجه بعيده، نسال الله كده ان صلاح لما يرجع مع المنتخب يكون في فورمه كويسه، يكون في حاله نفسيه كويسه، ويقدر يعوض فرق الاهداف المنتظر ان هو هيحرز هالاند مجموعه من الاهداف في الفتره اللي صلاح هيجيبها. الوداع العظيم اللي صلاح عمله مع ليفربول وهو في طريقه للكوتيفوار للمشاركه مع المنتخب، وقيمه مشاركته مع المنتخب بالنسبه له وتحقيق طبعا انتصارات مع المنتخب الوطني بالتاكيد بيأثر في حاجات كتير، الكره الذهبيه وغيره.
كل الحاجات دي طبعا مهمة ومؤثرة، بس حزبة الكرة الذهبية دي بالذات حزبة مختلفة خالص. صحيح. لازم من الأول يكون في إنجازات عامة مرتبطة بالإنجازات الخاصة. حتى لما نيجي مثلا بنتكلم عن إن صلاح في الموسم اللي هو اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه ده، الموسم الأول له في الدوري الإنجليزي مع نادي ليفربول كان قريب جدا من الفوز بالدوري، خسر لصالح مانشستر سيتي، كان قريب جدا من الفوز بدوري الأبطال لولا الإصابة اللي حدثت في كيكو من سيرجيو راموس في المباراة النهائية وانقلبت المباراة بعد خروج لصالح ريال مدريد. أعتقد السنة دي لو كان صلاح استطاع أن يحرز لقب دوري الأبطال وكان مساهم في أي هدف في المباراة النهائية وكان فعلا هو متفوق في هذه المباراة قبل خروجه في أول 20 دقيقة كان الكرة الذهبية حسمت بالكامل. يعني ما نقدرش يعني ننكر إن هناك عاطفة بتربط جميع المصوتين في الكرة الذهبية للاعب اللي بيحرز إنجازات وبيحرز ألقاب. أكيد الأداء الفردي مهم، أكيد التهديف مهم، ولكن إذا لم يقترن الأداء الفردي والتهديف بتحقيق بطولة كبيرة يتحدث عنها العالم وصعب جدا من اللاعب يفوز بالكرة. ده اللي احنا بنتمناه، يعني بتحقيق بطولات صلاح مع المنتخب الوطني في كوت ديفوار. قلوبنا كلها طبعا مع المنتخب الوطني. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الناقد الرياضي محمد مندور الصحفي الرياضي بموقع وجريدة سبورت الفرنسية. يعني محمد صلاح امبارح كان قال التهديف وكانت بتتغنى بيه جماهير ليفربول كالعادة، واحنا دايما بنفتخر بمحمد صلاح وهنفضل نفتخر بيه، وان شاء الله كلنا نشجع منتخبنا الوطني ونستمتع بالمباريات في كأس الأمم الأفريقية. خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والحين اتفقت مدينة الإنتاج الإعلامي مع إحدى شركات الإنتاج السينمائي إنهم يعملوا مركز لإحياء التراث السمعي والبصري في المدينة. هيعملوا إيه؟ هيعملوا شوية أعمال ترميم لعدد من الأفلام، تقريبا اشتغلوا على 50 فيلم روائي طويل من الأفلام القديمة، أفلام الأربعينات والخمسينات، والحقيقة دي يعني أفلام كلها علامات كبيرة جدا في تاريخ السينما المصرية، والحفاظ على هذا الإرث الكبير أكيد قدامه مجهود كبير ومجهود يحترم طبعا من قبل كل الجماهير المصرية والعربية، إن احنا نحافظ على أعمال عظيمة يمكن يعني تقدر تعيش معنا لعقود أخرى. ده شيء مهم جدا. خلينا نعرف تفاصيل هذا الترميم والأفلام زي اشتغلنا عليها وإيه هيكون المصير، هل ده هيتم عرضها يتم حفظها. نفهم من المهندسة ندى حسام الدين فرحات مدير مركز حماية التراث السمعي والبصري. مساء الخير على حضرتك، وعايز أعرف من حضرتك المجهودات اللي اتعملت في هذه الأفلام الروائية وإيه بتكون الصعوبة في ترميم هذه الأفلام. أول تحياتي لحضرتك والأستاذة المشاهدين. أنا بس أحب وهنا مركز إحياء التراث السمعي والبصري هو أنشئ في مدينة الإنتاج الإعلامي من عام 2018، وإن الأفلام الروائية هي مش أول حاجة يعملها المركز. المركز أول حاجة بدأ فيها كانت الأفلام الوثائقية بتاعة جريدة مصر السينمائية المملوكة للهيئة العامة للاستعلامات. الهيئة العامة للاستعلامات عندها كان حوالي 480 ساعة من الوثائق التاريخية اللي بترصد حقبة مهمة جدا من تاريخ مصر. فبداية المركز كان إنقاذ الجريدة والحفاظ على الوثائق، لأنها كمان بترصد العلاقات المصرية مع المحيط العربي والعالمي اللي حواليها. بعد النجاح في إنقاذ الجريدة مصر السينمائية بدأنا بقى نلتفت إلى إنقاذ التراث السينمائي الروائي المصري، لأن الحقيقة مصر تاريخ السينمائي الروائي بتاعها ثري جدا جدا ومشرف جدا جدا ويعني كبير جدا جدا، وما زال حتى الآن بيجتذب جمهور كبير. فكان من هنا ضروري ان احنا يعني ننشئ المركز ده. فطبعا انا من خلال منبر حضرتك لازم اوجه يعني تحيه لمجلس الاداره في مدينه الانتاج الاعلامي ان هو اخذ على عاتقه انه ينشئ المركز ده، لانه مهمته الحقيقه وطنيه يعني كبيره جدا. صحيح، ويمكن احنا دايما بنتكلم عن حفظ التراث والحفاظ على هويتنا، وده يعني يمكن انه يتعمل بشكل كبير جدا من خلال الحفاظ على التراث السينمائي. عايز اعرف من حضرتك اهم الافلام اللي اشتغلتوا عليها.
احنا تعاوننا مع عده مستجدات، تعاوننا السنه اللي فاتت مع القاهره السينمائي. طبعا هو السنه دي يعني لغم مش بس النسخه بتاعت السنه اللي فاتت، تعاوننا معاهم ورممنا فيلمين كان اغنيه على الممر ويوميات نائب في الارياف. تعاوننا ايضا مع مهرجان الاسماعيليه في بعض الافلام الوثائقيه القصيره المهمه جدا، وتعاوننا مع مهرجان البحر الاحمر. البحر الاحمر بقاله 3 سنين على التوالي بيتعامل المركز في ترميم اهم الافلام المصريه الروائيه. يعني عملنا معاهم مثلا خلي بالك من زوزو، غرام في الكرنك، السنه دي عملنا لهم مهمين جدا عفريت مراتي وانتصار الشباب بتاع فريد الاطرش واسمهان 1941. معلش يا باشمهندسة، عايزه افهم من حضرتك تكنولوجيا التطوير ده بيتم ازاي؟ يعني هل احنا بننقل الافلام اللي هي كانت موجوده مثلا على اسطوانات؟ عايز اعرف شكل الموضوع بيبقى عامل ازاي. هقول لحضرتك، احنا طبعا التكنولوجي اتغيرت تماما. سهله الوسيط الرئيسي لتخزين الفيديو او الافلام هو شريط السينمائي. دلوقتي اصبحت كل حاجه رقميه. صحيح. فاحنا اصبحنا دلوقتي الافلام السينمائيه اصبحت حبيسه في الشرايط، والشرايط دي معرضه للتحلل وعوامل. طبعا العوامل اللي هي اتخزنت فيها ما كانتش احسن حاجه يعني، فبدا التحلل بتاعها من فتره. العمليه الترميم هي عمليه معقده مش سهله، لانها بتمر بمراحل كتير. المرحله الاولانيه لازم بيتم الترميم بشكل يدوي، بتتمسك الشرايط دي الاول، بنبدا نفحصها ونبدا نرمم ونصلح الاجزاء المكسره والمتهالكه اللي موجوده في الفيلم. زي كده ترميم الصور مثلا، الصور بتتجمع بتاعه الشريط وبيتلزق كله جنب بعض، وبنرجع نعيد تركيبه تاني يدويا. بعد المرحله دي بناخد الفيلم ونبدا بقى مرحله بننظفه، نشيل منه اي رواسب، اي قصد، اي جريز او اويل او اي حاجه لازقه في الافلام قبل مرحله النقل الرقمي. بنروح بعد كده بقى لمرحله النقل الرقمي، بنستخدم سكانرز عالية جدا، الريزوليوشن فيها بتوصل ل6K. وبعد ما بننقله لصورة رقمية، باشمهندسة ندى حضرتك لسه معانا، اتفضلي. الصورة لما بتنزل بخدوش طبعا، الآثار بتاعة لزق الفريمات والتمزق اللي كان موجود فيها كل ده بيتضاف. وطبعا مع تطور وسائل العرض الحديثه اللي اصبح دلوقتي كلنا في بيوتنا في شاشات الالترا 4K، ما تقدرش ان هي تشوف الصوره الا وهي بيرفكت. فعلشان الجمهور يرجع فين يتفرج على الافلام بتاعتنا في الصوره الجديده وتستعيد رونقها، لازم يتم عمليه الترميم الرقمي. صحيح. كان شيء مهم جدا طبعا انه ده يتعمل لعدد من الافلام، ونتمنى كمان لبقيه الافلام وهذا التراث المصري الراقي اللي احنا بنعتمد عليه بشكل كبير في حفظ هويتنا وحفظ تاريخنا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندسه ندى حسام الدين فرحات، مدير مركز حمايه التراث السمعي والبصري. سيب حضراتكم دلوقتي هنروح نتفرج على مراحل للترميم للأفلام السينمائية اللي كنا لسه بنتكلم معاها عنها دلوقتي، عدد من الأفلام القديمة وتحويل الأفلام دي لألوان بقى. هنشوف ده مع حضراتكم وبعده نروح لفاصل ونرجع نستمر مع حضراتكم في حلقتنا. خليكم دايما معنا. ترميم الفيلم السينمائي بيتم من خلال مرحلتين أساسيين. المرحلة الأولى مرحلة الترميم اليدوي، المرحلة الثانية هي مرحلة الترميم الرقمي. فبنبدأ أولا بالترميم اليدوي، ده من خلال إن الفيلم بيتم فحصه يدويا. العمر الافتراضي للفيلم بيبقى من خلال من 20 ل 30 سنة ويبدأ يهلك، فبيجي لنا الفيلم هالك تماما
بنبدأ بعمل كولاجات أو لحامات للفن عشان بتبقى الثقوب مثلا مهترئة أو مقطعة أو كده، فبنعمل لحامات بكولاجات من خلال البريس بحيث إن الفيلم يبقى مشدود تماما وسليم، عشان بعد كده بيتركب على الغسالة هنا بتعمل غسيل كيماوي للفيلم. الغسيل الكيماوي أما المادة الكيميائية بتنزل على سطح الفيلم بتنظف من خلالها البقع الخارجية للفيلم. بعد مرحلة الغسيل الكيماوي بيتم تركيب الفيلم على مكنة السكانر، ودي من أحدث المكنات في الشرق الأوسط شركة أري. مكنة السكانر دي بيتركب فيها الفيلم بمقاساته المختلفة، 35 ملي أو 16 ملي، عندنا جيت لده وجيت لده. سحب الفيلم من خلال السكانر ويتنقل إلى ملفات ديجيتال دي في إكس. زي طبعا لما بنعمل ترميم للصوره بنعمل ترميم للصوت. فمرحله ترميم الصوت احنا بنمر بمرحلتين. اول مرحله ان احنا بننقل الشريط السينمائي ده لصيغه ديجيتال، دي بنعملها عن طريق حاجتين. اول حاجه ان لو الصوت مش امبيدد مع الصوره على الشريط السينمائي فبنستخدم جهاز السوندر عشان ينقله لصيغه ديجيتال. في مرحلة تانية لو الصوت embedded مع الصورة، دي عندنا برنامج اسمه Image to Sound، ده بيحول الصورة لصوت، ودي مش موجودة في الشرق الأوسط غير عندنا هنا. دي أول مرحلة. المرحلة التانية إن احنا بعد ما الصيغة الديجيتال خلاص طلعت بنبتدي نعمل فيها ترميم للصوت عن طريق برامج كتير زي Pro Tools، زي إفكتات كتير جدا بيرجع الصوت كأنه لسه متسجل بقى. احنا المرحلة اللي بتبتدي بعد الاسكان اللي هي الترميم السينمائي بتجيلنا الاول حاجه بعد ما تعمل لها سكان الماتيريال نفسها بتجيلنا عن طريق بتبقى جايه ريلات، بيبقى الاكسبورت بتاعها دي بي اكس، وبنبتدي على المرحله دي بنحط افكتاتنا. طبعا حاجه بتبقى جايه بعد العوامل بتاعه الطبيعه والوقت والزمن بتاعها وسوء التخزين، بتبقى مصرفه في الشريط السينمائي جدا. بنبتدي نشتغل عليها، بنحط عليها الافكتات اللي بتشتغل اوتوماتيك بتعالج حاجات، وحاجات تانية بتحتاج معالجة عن طريق الفريم فريم، ودي بتبقى اصعب مرحلة لان احنا ماشيين في اي ماتريال فريم فريم عشان اقدر اعالج السكريتشات الدوتس البقع اللي بتبقى عن طريق سوء التخزين. بشتغل على برنامج الدافنشي الخاص بتصحيح الالوان، ودي بتبقى اخر مرحله خالص بعد ترميم الفيلم السينمائي. بناخد الريلات بتاعتنا دي بي اكس وبنركبها وبنحط الصوت عليها وبنسنكه، بعد كده بنبتدي نشوف الصوره بتاعتنا الالوان بتاعتها اخبارها ايه، العيوب بتاعتها. ومن العيوب اللي بنلاقيها في الصوره في الالوان ان بيبقى فيها كاست احمر او اخضر او ازرق، طبعا نتيجه التخزين وطريقه التخزين والعوامل المؤثره فيها، بيبقى فيها الصوره بتبقى فيها اهتزازات، بيبقى الصوره فيها فلو، الصوره مش واضحه، بتبقى الالوان بتاعتها باهته جدا. وهنا بيجي دورنا في ان احنا ازاي بنرجع الصوره لاصلها من غير ما نغير في وجهه نظر المخرج بتاعنا. وجوده الصوره بتبقى 4K، فبنقدر ان احنا نتحكم في كل تفاصيل الصوره
من الوان تفاصيل صغيره بنطلعها يعني احسن ما كانت عليها حتى يعني زمان قبل العرض. وكمان معانا فيلم الرئيس انور السادات، الفيلم الصوره بتاعته رو جايه من السكانر، واحنا قدرنا ان احنا نرجع الوانها تاني، كلها كانت باللون الاخضر واحنا قدرنا ان احنا نرجع الالوان الناقصه، ورجعت الصوره زي ما انتم شايفينها كده جميله وما فيهاش اي خدوش وما فيهاش اي حاجه. أهلا بحضراتكم من جديد. في فقرتنا دي هنتكلم عن الاستثمار في 2024. لو أنا يعني ما عنديش ثقافة الاستثمار دي وعايزة أبتدي، إيه المسار اللي المفروض أمشي فيه من غير ما يبقى فيه خطورة كبيرة في الاستثمار ده؟ لأن إحنا هنا هنتكلم عن استثمارات شخصية. هنتكلم مع المتخصصين. بينورنا النهاردة في الاستوديو دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، وأستاذة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال. أهلا بحضراتكم. أهلا بيك يا فندم. دكتور هبتدي مع حضرتك، ويمكن هي مسألة الاستثمار دي مسألة شوية ما كانتش موجودة في ثقافتنا. الست المصرية بتعرف تدبر أمورها وتعرف، وهي مستثمر صغير، لكن إحنا عايزين دلوقتي نبتدي نشوف اللي معاه مبلغ من المال وعايز إنه يستثمر، إيه الأسواق اللي بالنسبة له تكون أسواق آمنة وما فيهاش خطورة كبيرة؟ طب اسمحي لي، أنا بشكر حضرتك على استضافتك الكريمة، وأقول لحضرتك ولكل مشاهدينا والأستاذة حنان كل سنة طيبين. حضرتك بخير يا رب. وعام سعيد إن شاء الله يا رب، والإخواتنا كلهم إن شاء الله عام يعني 7 يناير خلاص إحنا على يعني على الأعتاب زي ما بيقولوا كده. كل سنة وأنت طيبة يا حنان، وكل إخواتي المصريين كلهم طيبين يا رب. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك تفضلتي بسؤال في غاية الأهمية، أنا طبعا يعني بحييك عليه. الناس النهاردة بقى عندها وعي إن إزاي تستغل فلوسها خاصة في الأوضاع الاقتصادية العالمية. صحيح. وابتدى في اهتمام كبير جدا، كل شوية الناس تقولك هو وضع السوق عامل إيه، سواء بقى سوق سعر الصرف أو الفوائد شكلها إيه في البنوك أو البورصة النهاردة تحرك إزاي، واللي معاه فلوس النهاردة عايز يبتدي يشوف أفضل وسيلة للادخار سواء بقى كبير أو صغير، ويشوف المسار اللي هو الآمن. احنا عايزين نهتم يا دكتور بعد إذنك بصغار المستثمرين، لأن دي فئة مش قليلة دلوقتي، الشاب اللي لسه متخرج وبيشتغل والبنت اللي لسه بتتخرج وبتشتغل، عايزين يستثمروا وعايزين يبنوا لنفسهم، يعملوا إيه؟ خلينا نقول دايما أنا بنصح أي حد إن كان لازم يشوف الأوعية الادخارية، الأوعية الاستثمارية. يعني لو عايز يبتدي يفكر النهاردة يستثمر إزاي، الأول يدخر قد إيه، يبقى لازم يعرف العائد أو المردود من العائد من الأموال اللي معاه، دي نمرة واحد. ولازم يعرف كمان التضحية اللي هيضحيها. يعني لو معاه حضرتك أو مع أي حد كان فلوس بيضحي في سبيل ان هو النهارده بيتجنب رغباته، يعني بيحاول ان هو ما يتمتعش بحاجه في سبيل ان ياخد الفلوس دي يستثمر بيها. التضحيه دي النهارده مقابلها عائد، يعني لازم يحط فلوسه مثلا في البنك هياخد فوائد كبير. صح؟ ولكن النهارده ممكن ياخد فوائد اكتر، طبعا، بس مخاطره اكتر. زي ايه؟ انه يروح البورصه يستثمر في سوق المال. طب ممكن النهارده بس الاستثمار في سوق المال ده مش عايز متخصصين؟ طبعا، ما هم متخصصين، ما هم موجودين، وهم دايما اللي بيقوموا بدورين في غايه الاهميه. التوعيه، كيفيه دخول المستثمر بتوعيته للاستثمار في سوق المال، والحاجه الثانيه ازاي يكون امين على مدخرات الناس اللي هي بتسلمه. طب دكتور مصطفى، عايز اروح في النقطه دي لاستاذه حنان. يعني بتدوا توعيه ازاي؟ انا ما اعرفش حاجه في البورصه، على الله كده حكايتي في البورصه، هدخل اعمل ايه؟ ايه التوعيه اللي بتقدموها للشباب اللي عايز يستثمر للبورصه في البورصه؟ طبعا البورصه نفسها بتقدم كورسات تدريب في العديد من الجامعات والعديد من المدارس، وفي كل عام بتخرج دفعات جديده من المتدربين اللي هم بعد كده بيبقوا متداولين في البورصه. ده رقم واحد. رقم اثنين، شركات التداول المتواجده داخل البورصه، يعني مثلا احنا عندنا بنقدم الخدمه دي في العديد من الجامعات والعديد من المعاهد، لايماننا ان لازم الجيل اللي جاي يتغير ثقافته بالمره، ما يبقاش مدخر، لا يبقى مستثمر. ان في فرق كبير جدا ما بين الادخار والاستثمار. المدخر ده بيقعد يستنى الفايده اللي هتحصل له من البنك
في سنه كامله، انما المستثمر بيتابع اعتقادا منه ان انا كده في الامان. تمام. لكن طب ما انا هكسب يعني لو جيت البورصه بيكسبوا اكتر من الادخار البنكي لما ادير استثماراتي بطريقه سليمه، ان انا استخدم فائض النقود المتواجد لدي وبيبقى معايا مدير حساب بيساعدني اتخذ القرار الاستثماري. واحنا كمان طبعا واحنا كمان بنعلمهم حاجه مهمه جدا يتابعوا ورانا. بنقول لهم على المواقع الالكترونيه مثلا اللي هيتابع فيها اسعار الاسهم، لو كان هيتعامل على تداول الكتروني بيبقى عندنا التطبيقات الالكترونيه بنقعد معاه اول ما يبتدي يفتح حساب داخل شركه التداول ويتكود وبنعلمه ازاي يتداول. وعشان يفتح حساب المفروض يبقى معاه كام؟ يعني هل في حد ادنى للاستثمار في البورصه؟ ممكن من اول 500 جنيه تداول الكترونيا، ودي بتبقى متوفره لدى كل الشباب لان عندنا اسعار الاسهم بتتراوح ما بين 50 قرش لغايه يعني ممكن بيوصل 800 و1000 جنيه. فهي بتبقى مخاطبه لكل الشرايح. طبعا البورصه في الفتره اللي فاتت كان عامله يعني اداء ايجابي قوي جدا لاهتمام الدوله بوثيقه ملكيه الدوله للتخارج من العديد من الانشطه، وده اللي شجع ناس كتيره ان هي تتجه للتداول في البورصه. وعايز اقول لك على حاجه، برامج التلفزيونيه دلوقتي بقت مهتمه جدا بموضوع ثقافه البورصه، وفي برامج اقتصاديه بتخاطب حتى غير متخصصين، وفي كتير كمان ممكن يتابع المنصات المتواجده على اليوتيوب وعلى التيك توك وكل ادوات التواصل الاجتماعي، وبيعرف منها يعني المعلومات حتى اليسيره. ولما في يعني مثلا انا واحده من الناس الحمد لله لما حد بيجي يسالني لازم اجاوب عليه، حتى لو انا ماشيه في الشارع ما يعرفوني ان انا في البورصه، يعني ايه البورصه، ازاي اتداول فيها، القدره الماليه قد ايه. وعلى فكره البورصه للجميع مش لفئه عمريه ولا لقدره ماليه، ودي طبعا اتاحه جيده جدا. ودايما بنقول ان البورصه شبيهه النقود، يعني انا ممكن اتداول في البورصه ولما احب اسيل فلوسي في اي وقت بكبسه زر انتر بأبيع أسهمي تحول إلى نقود طبعا بإذن الله بمكسب، وهي غير أي وعاء استثماري آخر، بيحتاج فترة للتسهيل وبيحتاج فترة لدوران رأس المال. البورصة معدلات دوران رأس المال عالية جدا ومساهمة بطريقة مباشرة جيدة في الناتج القومي الإجمالي. لا أنا خلاص كده هستثمر، اقتنعت يا أستاذ حنان. نعود لدكتور مصطفى، اسمحي لي بس أضيف حاجة صغيرة طبعا عشان بقى بشجعك عشان تخش البورصة. سنة ما لسه أخد كورسات. لا لا من غير كورسات، احنا لازم نشجع الناس ونشجع الاستثمار في بلدنا. سوق المال اللي هو في نهاية 23 اللي هو انقضى يعني من تقريبا من 48 ساعة عمل المؤشر الرئيسي 66%. يعني تقريبا اللي حط 100 جنيه بقت 166 جنيه في نهاية العام. أنا بقول تقريبا طبعا ده يعني ده مجازا، يعني ده ارتفاع كبير جدا مقابل أن الفايدة في البنوك أكتر فايدة كانت في البنوك 25%. تروح البورصة ولا تروح البنوك؟ لو اختيارك على أنت وشخصيتك. هو ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه، طول ما في اختيارات متعددة لازم تقبلي المخاطر المتعددة. تمام. البورصة زي ما فيها ارتفاع كبير جدا فيها مخاطر برضو، بالظبط. التداول السريع ده بيحرك دايما الأموال في مخاطرة عالية. طب ما هو ده يوجهنا لأنه ما فيش حد يحط فلوسه كلها في حاجة واحدة، يعني ما تستثمرش في الذهب بس، في العقارات بس، برافو عليك. عشان كده نعمل ايه يا فندم بقى؟ ننصح الناس دايما لازم وانت عندك تصور ان انت تقدر تعمل تشكيله من استثمار مختلف الاوعيه الادخاريه، بالظبط يعني. كده ولازم نقول في اختلاف ما بين الناس اللي هو الاموال معاهم قليله او محدوده او عنده يعني فلوس قليله، واللي معاه فلوس كتير. لازم ننصحه بحاجه تانية في غايه الاهميه، الوقت اللي انت محتاج فيه الفلوس دي بعد قد ايه. يعني اعتبري ان هتخلي فلوس للاولاد وللمستقبل ومش عارف ايه بعد سنتين ثلاثه، أقول لك روح استثمري في أوعية استثمارية زي العقار. ممكن تخشي تستثمري في جزء من الفلوس. العقارات بتهيألي السوق الأقوى في يعني في المنطقة كلها. طبعا بس مش أسهل تسهيلا طبعاً. يعني ما تعرفيش تبيع الوحدة العقارية زي ما تبيع في البورصة. يعني البورصة بتشتري وتبيع ممكن في نفس اليوم. وتكسبي وتخسري في نفس اليوم. العقار لا، العقار بتكسبي بس على مدى زمني كبير. يبقى احنا لازم لما بننصح الناس لازم تعرف احتياجك في المدى الزمني قد ايه. حضرتك بتتكلمي عن سيداتنا الأفاضل في مصر، هو دايما لازم نقول حسن التدبير من حسن الاقتصاد. لو احنا شطار في تدبير يعني أفكارنا الاستثمارية أو في أوعيتنا الاستثمارية هنعرف ندير اقتصادياتنا سواء بقى اقتصاديات الأسرة أو الأفراد بإدارة ليها فن ومعرفة. ودايما نقول لو سمحتم بلاش اللي هو ما بيسمى
زيادة عملية إيه التفكير في وعاء استثماري واحد فقط لغير. يعني ما ينفعش أنت لو مش متخصص تروح البورصة وتقول أنا هشتري في البورصة. لا غلط. روح اسأل المتخصصين، اعرف منهم كويس جدا، لأن الناس فاكرة كلمة السهم دي يعني حاجة لا، دي شركة كيان كبير جدا ليه إيرادات وليه مبيعات وليه مصروفات، المتخصصين هم اللي بيقوموا بيها. علشان كده لما ننصح الناس إلجأ الأول لمتخصص لو رايح سوق المال، ودول مرحبين جدا، قاعدة عريضة جدا، وبيبتدوا النهاردة يكون في توعية كبيرة زي ما الأستاذة حنان قالت، من رئيس الوزراء يمكن لأصغر حد في الشركات كلها. فده تشجيعا للناس تخش تستثمر، خاصة أن الدولة هتطرح عدد من الشركات كتير من الناس تقدر تستفيد منها في مصر. عايز أتكلم حضرتك مع حضرتك كمان عن الذهب، والذهب بالنسبة لنا ده واحد من أقدم الملاذات الاستثمارية في العالم. مزبوط. الناس كتير جدا بقت بتلجأ لده، وخصوصا في الأونة الأخيرة. مظبوط. شوف يا فندم، من حصل يعني من 4 سنين تقريبا حصل ان في مشكلة، هو طبعا انا ببعدش بيك اكتر من كده، ولكن في حاجة اسمها الحرب الروسية الصينية، الحرب الأمريكية الصينية. الحرب التجارية دي خلت ان يكون في كثير من الدول والبنوك المركزية في العالم تلجأ ان يزيدوا من الملاذ الآمن الذهب، ويستغنوا عن الدولار. ده اللي ادى لارتفاع كبير جدا في سوق الذهب في العالم، وحصل انجذاب كبير جدا من المستثمرين في السوق المحلي بالاخص في مصر، ان هم يتحوطوا تحوط كبير جدا في شرائهم للذهب. وزي ما احنا عارفين النهارده بقى تقريبا أونصة الذهب في السوق العالمي وصلت ل 2070 دولار. ده من بداية السنة اللي فاتت تجاوزت 50% تقريبا أو 40%، ولكن لو بصيت عليها في 2023 هنا في مصر تقريبا زادت 90%. يعني اللي اشترى ذهب 21 تقريبا سنة 23 بس زادت الفلوس بتاعته قرب 90%. وده عرض وطلب ولا ده الأسواق طبعًا العالمية عموما؟ لا هو طبعا في محددات، دخل مصر مختلف نوعا ما عن السوق العالمي. لا هو المحددات العالمية يا فندم بتحدد عندك جزء كبير جدا، لأن السعر العالمي هو المحدد الأساسي. ولكن طبعا احنا عشان عندنا النهاردة تغيرت سعر الصرف، فبقى في محدد آخر. للأسف الناس بتستغنى عن العملة المحلية وتلجأ للذهب. وطبعا في نظرية مشهورة للاقتصاديين، ندرة العرض ده يعني العرض القليل في الذهب ده خلى، وطبعا في ارتفاع جدا في حجم الطلب، هو اللي خلى في ارتفاع كبير في مستوى السعر اللي انت بتشوفيه. لكن على المسار بقى على مدار 24 يعني ان شاء الله سنة 2024 دي، عايز ادي لحضرتك سبق كده، لا الذهب في ارتفاع على طول. سيبك بقى من المضاربة في الفترات، ولكن احنا ابتدينا اهو النهارده في اول يوم تقريبا ب 2070 يعني 2070 دولار للأنصة في أمريكا. أنصة الذهب في سعر العالمية هتيجي على آخر السنة مقدر لها أكتر من 2500 دولار. طيب أستاذ حنان، حضرتك شايفة إزاي الاستثمار في مجال الذهب، وإيه الشروط أو الحاجات المفروض تيجي في دماغي لو أنا قررت أن أنا استثمر في الذهب؟ طبعا في السوق المحلي بيختلف عن السوق العالمي، لان انا عندي في مصر بستخدمه كملاذ امن ضد التضخم، وبيبقى طبعا في دعايه من قبل التجار ان الاسعار هتزيد، فالناس بتعمل نوع من الاهتمام بالشراء فبيبتدي يرتفع السعر. طبعا احنا دوله مستورده للذهب وليست منتجه، فطبعا مرتبطين كمان بالاسواق العالميه، الى جانب ان احنا عندنا تسعير الذهب مختلف قوي يعني في التسعير عن المستوى العالمي. وبنلاقي دايما لما بتتجه الفيدراليات حوالين العالم والمركزيات لتثبيت اسعار الفايده، بنلاقي الدولار بينخفض قيمته ويبتدي الذهب يعلى قيمته، وعلى هذا الاساس بيبتدي يرتفع الذهب في السوق المحلي. واحنا طبعا اتغيرت وجهه نظرنا في الحالي، كان الاول بنشتري الذهب لما نكون في شبكه او هنتزين بيه، دلوقتي لا الناس اختلفت خالص، بقت تعاملاتها في الذهب ايوه تمام والجنيهات الذهب. وما بنقدرش نلوم على حد ونقوله لا ما تستثمرش، انه هو عايز يحافظ على نقوده ضد التضخم. بس برضو الفكره اللي دايما بوضحها، مش من السهل ان انت تسيل الذهب وقت الاحتياج. طبعا دايما بنقول ان انا لما اجي استثمر انوع بدائل الاستثمار بالنسبه لي، انا ممكن اكون غير متحمل المخاطره العاليه، فممكن انا اجيب اكتر من وعاء استثماري وما اتجهش للادخار الا بقدر يسير، لان مهما كان يعني اسعار الفايده اللي بيديها البنك مع انخفاض القيمه الشرائيه للنقود مع التضخم، بيبقى طبعا الاستثمار هو افيد.
ودايما بنوجه الشباب أأمن، ودايما الشباب أنا مهتمية بيهم جدا جدا لأن متواصلة معهم طول الوقت، عايزة أغير وجهة نظرهم، وفعلا الحمد لله نجحت لفترة طويلة أن أنا أوجههم لاستثمارات آمنة وما يكونش بس ادخار، لأن التنويع دوت هو صفة الشباب لأنهم عندهم قلبهم أجمد شوية من الكبار. احنا كلنا نجمد قلبنا ان شاء الله ونتكلم اكثر عن الاستثمار لانه ده حديث العالم مزبوط. كله ولكن انت عارف حضرتك الذهب انت من اقل حاجه، يعني انت ممكن تشتري جرام ذهب لغايه كيلو ذهب موجود متاح خلاص في مصر، يعني من السبيكه اللي هي جرام ويمكن اقل من ذلك معاك لغايه استثمار في كيلو ذهب، وده بقى يعني الشباب شايفاه وبتتعامل فيه وبقينا بنقعد مع بعض تمام. يتقال انا اشتريت كذا وانا اشتريت كذا، فده شيء مهم جدا انه زي ما حضرتك بتقولي فكر الشباب في الاستثمار يختلف ويتغير ويكون فيه مختلف يعني الاوائل الادخاريه. الشباب عارفه عندهم طبعا بيبقى حافز ان هو عايز يخاطر وبيخش سوق المال عايز يجرب، وسوق المال سرعته وأداؤه سريع جدا، فعلشان كده تلاقي الشباب طموحه ان هو عايز المكسب السريع، عايز يبتدي يخاطر بفلوسه وأمواله وفكره. صح، بنفرملهم برضو ما بنسيبهمش يخاطروا المخاطرة العالية. مهم جدا مسألة التوعية لانه برضو في النص في ناس كتير بيبقى يعني ما بتحققش مكاسب زي ما بتبقى متخيلة. نتكلم مع حضراتكم بالتفصيل لكن بستأذنكم هنروح لفاصل ونرجع نكمل حديثنا، وحديثنا يعني كمان موجه بشكل كبير لصغار المستثمرين اللي نفسهم يستثمروا ويعرفوا ممكن إزاي يستثمروا خلال الفترة اللي جاية. فاصل ومكملين مع حضراتكم. أهلا بحضراتكم من جديد، وبنتكلم عن أفضل طرق الاستثمار في 2024 مع ضيفاي المنورين في الاستوديو أستاذة حنان رمسيس خبير أسواق المال ودكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. دكتور يمكن إحنا خلاص يمكن يومين ولا حاجة وتتفك شهادات اللي هي كانت بعائد 25%. مظبوط. دلوقتي في ظل التضخم اللي إحنا عايشينه الناس اللي هتفك الشهادات اللي كانت بتاخد عليها 25% دي، إيه الأوعية الاستثمارية اللي جاهزة ان الناس تستثمر فيها في ظل التضخم اللي احنا شايفينه ده؟ شوف يا فندم، دي سؤال في غايه الاهميه، ولازم نقول للناس كل واحد وفق رغباته او وفق يعني احتياجاته الماليه تقدر تستثمر في عدد من الاطر. واحد، لو انت في احتياج مالي شهري يعني انت محتاج مرتب كل شهر هتلجا للشهادات اللي هي موجوده في البنوك القطاع العام. متفقين ان هي لغايه دلوقتي اعلى حاجه لغايه ما بكلم حضرتك 22%، ودي مدتها 3 سنين. وطبعا بيبقى في 3 بعدين بتنخفض ل 22 ل 18 ل 16، ده نوع من انواع الشهادات، وفي شهادات طبعا تاني ب 19%. ده لو انت في احتياج لهذا الامر. طب انا مش في احتياج للعائد الشهري ومحتاج بقى ان انا استثمر شويه، اقول لك لو سمحت لو انت مش خبير قوي في البورصه روح اشتري ذهب. متفقين على قدر بقى فلوسك، وممكن تقدر تسيلهم بعد شهر بعد اتنين بعد تلاتة على حسب برضو رغبتك في احتياجك للمال. طب أنا بقى شاطر وعندي رغبة شوية أن أنا أستثمر وأضارب وقلبي جامد، يلجأ بقى الأستاذة حنان ويروح البورصة ويستثمر. خاصة أن احنا النهاردة بنتكلم مع الناس كتير جدا علشان يبقوا عارفين أن الشركات اللي بتطرح من الحكومة أو من الدولة اللي هو ما بيسمى بوثيقة الملكية دي شركات ناجحة كبيرة جدا، منها بنوك، منها شركات مقاولات، منها عدد من الشركات اللي هي بتروكيماويات أو ما شبه لذلك، خدمة وطنية يعني طبعا وطنية. بعض محطات البنزين، الشركات دي ناجحة، الدولة حققت فيها إيرادات كويسة. يقدر أي شاب أو أي مستثمر أو أي حد يرغب، أي حد من المصريين يرغب أنه يخش البورصة، ياريت النهاردة يبتدي يتفهم. ما هي الناس هتبص على الملاءة المالية لهذه الشركات، هل ده بيتم عرضه على الناس اللي جاي يستثمر في البورصة ويعرف هو هيشتغل في أي شركات أو هيستثمر في أي شركات، بتعرضه ده على الناس؟ تمام. بصي، كل الميزانيات بتاعة الشركات والميزانيات المجمعة والربع سنوية كلها موجودة على الانترنت، لأن في حاجة اسمها الإفصاح ودي مهمة جدا بالنسبة للبورصة، فلازم كل الميزانيات تترفع على الانترنت، وهو طبعا بيقدروا يطلعوا عليها بمنتهى السهولة، وبيقدر يقيم نتائج الأعمال ما بين سنة وسنة أو ربع وربع، وبيبص طبعا للعديد من البنود ما بين الدين والمدين، وبيشوف كمان توزيعات الأرباح السابقة والأرباح المتراكمة والمحتجزة، فكل المبادئ المحاسبية اللي بيدرسوها في الكلية يلاقوها يعني صرف موجودة في تلك الميزانيات. في بقى ميزة لما بيجي شركة تعمل طرح عام في البورصة
بتعمل حاجة اسمها نشر الطرح في جرائد مقروءة رسمية، فبيقدر المتعامل أنه هو يشوف نبذة على هذه الشركة ويبتدي يتعرف عليها وعلى نشاطها ونتائج أعمالها لمدة فترة سابقة بأرقام مقارنة، وعلى أساسها بيتخذ القرار الاستثماري. وكمان لازم نخلي بالنا من حاجة، أنا ممكن يكون أداء الشركة قوي جدا ولكن تدخل البورصة، البورصة يبقى أداءها سلبي، فهو حسن سوق ولا حسن سلعة. فدايما إحنا بنحاول بنساعد المتعامل وبندي له وجهة نظر. على فكرة يعني في شركات كتير بتعمل دراسات وهي متخصصة في تلك الدراسات وبتحدد قيمة السهم والقيمة العادلة، وكل دي من المصطلحات اللي بيستخدمها المستثمر في البورصة، العديد من أولادنا الشباب درسوها في الكليات وسمعوا عنها بطريقة مفصلة وعلى أساسها بيبتدي يخش في هذا الاكتتاب اللي عادة دايما بنقول إيه، الاكتتاب ده عبارة عن الطرح الأول أو الأطفة الأولى، فبيحقق مكاسب عالية جدا. وشفنا العديد من الطروحات الناجحة اللي تمت في البورصة وقدر المتعاملين ما بين يوم وليلة تزيد يعني قيمة مكاسبهم بطريقة عالية جدا. صحيح. دكتور مصطفى أخيرا، أنت شايف أن التوجه المفروض يكون من الأفراد استثماري وليس ادخاري، ولا ده بينطبق على ناس معينة مثلا أو أصحاب دخول معينة؟ ده كل واحد وفق رغباته يا فندم، ما تقدريش نحكم على حد نقول له روح كل فلوسك حطها ادخار وهو يكون في احتياج ان هو عنده قدره يستثمر، ما تقدريش تقولي لحد روح استثمر وهو في احتياج لقدرته انه محتاج مدخرات ماليه يتعايش بيها يوميا. ولكن اسمحي لي من منبرك الكريم واحنا عارفين ان احنا خلاص بنختم، نقدم رساله وتحذير. رساله، اهم حاجه لو سمحت اي حد معاه فلوس لازم يلجا للقنوات الشرعيه، سواء بنوك، سواء شركات أوراق مالية، سواء إن هو يتعامل مع الذهب، ولازم يحصل على فاتورة ومختومة ومن محل موثوق بيه. عقار نفس الحكاية. التحذير أرجوكم بلاش أخطاء الماضي. وفي أنت حضرتك عارفة في مجتمعنا المصري المستريح الفلاني اللي أخذ الفلوس بتاعت تمام. الناس أدينا بننبه من هنا من منبر حضرتك الكريم، وكم سنة ونشوف مستريح غيره؟ لا يعني لا مش كم سنة، وكأن الناس بتنسى اللي بيحصل. ده مش كم سنة فندم، ده كل شهر بيطلع لك واحد وللأسف مختفيين وما بنشوفهمش ويبقوا خلايا نايمة، وده اللي احنا بنحذر منه. ودايما عشان كده اللي انا بقوله ليه يا فندم، بيزيد من السوق السودة في كل حاجة، سواء في سعر الصرف بتلاقي فيهم نفس الحكاية دي، وادينا بننبه وبنحذر، بتلاقيهم في السلع التموينية، بتلاقيهم في السلع في العربيات او ما شابه لذلك. فأرجوهم يلتزموا الحذر، الجهات المعنية موجودة، أعتقد لازم يكون في مساندة في توعية الناس في كيفية إدارة أموالهم واستثمار. دي رسالتي وتحذيري من منبر حضرتك الكريم. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي، وأستاذة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، نورتونا وشرفتونا وشجعتونا. إن شاء الله أنه يكون عندنا وعي أكتر بمسألة الاستثمار، وزي ما حضرتك قلت أهم حاجة أن احنا ناخد بالنا احنا بنستثمر في إيه وبنستثمر مع مين بالزبط. وأي القنوات اللي أنت يعني تتوجه ليها، ومهم جدا أدير مخاطري على حسب تحملي هذه المخاطر. صحيح. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، نورتونا وأسعدتونا. وكده مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم لختام حلقة النهاردة، دايما نشوفكم بألف خير.